حتى لو بتبالغ هو فعلا الموضوع ده موجود منتشر في مجتمعنا للاسف يعني، وده بيرجع للبيت، واهم حاجه الاب. الاب هو اللي عليه الدور الكبير يعني، يقدر يحتوي بيته ويخليه عايش في هدوء وراحه، ويقدر يخليه عايش في مشاكل على طول. الله يكون في عونها بصراحه، بس هي تتجه لربنا اول حاجه طبعا، وتحاول حتى تقعد معاه بالراحه كده وتقول له يعني حضرتك عامل معانا كذا وكذا، وده مأثر علينا وعلى نفسيتنا جدا، ولازم عشان نطلع حاجه كويسه في المستقبل احنا عمرنا كده ما هنعيش في بيئه مرتاحه. ايوه كتر الاسوء يوصلها ان هي تعمل حاجه زي كده فعلا، تعمل حمام على نفسها، والكلام ده بيبقى لا ارادي من خوف، عايشه في قلق، مش معناها انها تسرق طبعا، استحاله يعني. حتى لو محرومه ما انت يعني انت وصلتها لكده، بس مش صح، هي هتعمل كده مضطره، بس ده مش صح. هو اللي بيضرب المفروض تنصحه، هو ما يضربش، لكن هي بتتضرب هتقول لها ايه؟ طيب استحملي واسكتي عشان بيتك وعيالك. ما هو ده للاسف ده اللي بيحصل. فطبعا كتر القسوه بتخرب البيوت. ده اكيد عنده حاله نفسيه، لان مهما تكون ضغوط الحياه عمره ما لان البيت ده هو الامان، يعني زوجتك وعيالك هم الامان، فانت ليه تقسو عليهم يعني؟ بنصح بسمه اللي هي يعني تصبر، ولو ليها قرايب او حاجه ممكن تشتكي لهم او تقرب ليهم وتحكي لهم على اللي بيحصل. هو اكيد ظلمها كتير، اللي هي مش قادره تسامح باباها دي برده اكيد ظلمها كتير وشالت في نفسيتها برده، فهي في حاجات برده تكبر عليها على كراهيته والكلام ده، بس احسن لها اللي هي تاخد جنب لوحدها لحد ما هو يعني يتصلح من نفسه. والدتها برده هي يعني المعامله القاسيه برده، هي برده المفروض تشتكي ما تسكتش على حاجه زي كده، لان برده ده ضرر ليها ولعيالها. ايه اللي يسكت على حاجه زي كده بدل ممكن اللي هي تشتكي؟ ده شخص المفروض يتعالج، ولو في جيران او حاجه المفروض يبلغه. هو الانسان اللي هو بيعملها كده بيعمل اطفاله كده. انا ما اعتقدش يعني ده في قسوه اكتر من كده يعني، وارد، بس يعني ما حصلتش، ما عصرتهاش. وباء وانتشر في الاسره بقى، هنقول ربنا يهديهم يعني. غلط انها تسرق طبعا، لا لا مش مسموح طبعا، لا الا الاكل يعني، الا دون الاكل يعني. والدتها مغلوبه على امرها يعني، ما فيش ايدها حاجه تعملها. مهما عمل اسامح، لان انا سمحت هاخد اجر، انا اجري، لكن ربنا سبحانه وتعالى ليه عقاب تاني. لو ضربها على الخد مديله الخد التاني، ده ابوها، ولا اقدرش ارفع عيني ولا ايدي، ولا ده ابويا. هو الظاهر في حاله نفسيه، الظاهر كده في حاله نفسيه في مخه عشان يعمل كده. انصح امها انها تستحمل عشان خاطر بنتها دي، تفوض ربنا، وربنا سبحانه وتعالى هيديها كتير وكتير، واعوضها على اللي فات. احلى حاجه بقى يا دكتور امل انه ايه، ان احنا دايما بناخد راي الشارع عشان نسمع الاراء الكتير، او تشوفي المجتمع رايح على فين والاغلبيه بتقول ايه. بس انا شفت من الاغلبيه حاجه، انه بيقول لك الناس انه سامحي مهما حصل، والست لازم تبقى مع الراجل، اصل هو مريض نفسي او عنده عقده نفسيه، فاحنا نقول معلش. بيوجهوا الكلام ده للبنوته لبسمه ولا لمامتها؟ ما هو مامتها شخصيه محيره جدا، ومامتها هتخلي انه البنت تطلع زيها، فزي ما هم بيقولوا اقلب القدره على فمها، هتطلع البنت لمامتها. فالكلام ده اكيد مامتها مش وحشه، مامتها غلبانه، مامتها ضحيه، مامتها ضحيه. اكمل ان انا ابقى ضحيه برضو يعني؟ انا سبتك ومشيت وجهزت البيت وانت اتجوزت، ارجع لك تاني؟